كلمة يا كابتن أيمن اللي دايما لو هنتكلم مش بس عن المحللين، الكلمة اللي بيقولها الشارع المصري، يعني دايما الناس توقفت كده على اللي حدث في مباراة الزمالك أمام الأهلي، قالوا كده الناس اللي في الشوارع، قال لك لا المفروض إن الأهلي والزمالك كتاب مفتوح قدام بعض، فالمفروض إن هم حافظين كل حاجة. فأعتقد إن زي ما حضرتك بتقول بالظبط إن ميتشو هيبقى قاري كل حاجة عن الأهلي، نفس الكلام بالنسبة لمستر فايلر هيبقى قاري كل حاجة عن نادي الزمالك في المباراة. بالظبط كده، هو بس اللي هيعمل الفرق فرح في إيه؟ إن التشكيلة، لو التشكيلة صح أنا همشي صح وأسير المباراة بمجرى المباراة للمسار اللي أنا عايزه. نعم. ولو التغييرات صح، رؤية المدرب تشكيل وتغيير، صح في التغيير وفي التشكيل. فأنا لو عملت تشكيلة كويسة ودرس الخصم، هل مثلا يبقى هجوم من الجناب من العمق، هعتمد على الكرات الطويلة، هعتمد فنيات الهجوم على التمرير القصير، تمام، هضغط ازاي، هرتد ازاي، هتحول من الدفاع للهجوم ازاي، نقط القوة والضعف هنا ايه، ونقط القوة استغلها ازاي، هل الجناب، هل من العمق، هل الكرات الطويلة هي اللي تتعبهم، هل هشتغل على المساحات. ودي مهمه جدا. انا فرح ان لازم برضو يعني لازم حته المساحات دي، لازم دلوقتي الكره الحديثه انك لازم تخلق مساحه للاعيبه وبين بعضها من خلال جمله او من خلال التدريب بتاعهم. ازاي انا حته التحرك بس بدون كوره، انت مثلا لو مثلا اشرف بن شرقي دخل لجوه عشان يفضي لعبد الله جمعه، وتلاقي مثلا وصله مثلا طارق حامد من ناحيه، لا انا بس بدي مثل ان برضو حته المساحات دي مهمه جدا جدا، وهي دي اللي تعمل خلخله في الفرق وبين بعضها. نعم. فبالتالي ديت لازم فكر المدرب لازم يبص على ديت، لازم يبقى في جمله محسوسه في الملعب. لازم تلاقي نقول الله في حاجه بتتعمل، في حاجه لكده الفريقين. انا ما بقولش مثلا على الزمالك بس، لا انا بقول على كده الفريقين، ان احنا بنقول لا ده بشكل كويس وبيعتمد على الجناب بتاعته، لا ده عامل جمله، ده بيشتغل على المساحات، ده الناس الاطراف بتدخل لجوه عشان تطلع الناس اللي هو، وبرده الناس اللي تحت كانهم قايمين بدور بلاي ميكر للعيبه من تحت. طب ده كله المفروض الناس تقول ده في حاجه محسوسه في الملعب، صح؟ ده اللي احنا عايزين نشوفه في المباراه الجايه. ودي مباراه طبعا جماهيريه وشكل لينا طبعا في ومتعه متعه يا كابتن ايمن، يعني عايزين نعرف تعليق حضرتك. كل الناس قالت رغم ان المباراه الاخيره مباراه السوبر المصري كان فيها نوع من انواع الشد والجذب، وفريق كان كويس في شوط الفريق الثاني كان كويس في الشوط الثاني، فعايز اعرف من حضرتك رغم كل ده الناس كانت بتقول انها كانت مباراه ممتعه جدا، هل بتفضل النوعيه دي من المباريات ولا من المباريات اللي بتنتهي بالتعادل الايجابي، يعني ما بيكونش فيها حماس كده؟ بصي، اهلي وزمالك دايما 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 فيها المتعه وفيها الحباب، تلاقي برضو فيها حته عارفه المنافسه ديت اللي هي يقول لك لا ده احنا هنكسب، ده هنا الزمالك هيكسب، لا ايوه لا، يعني الناس عايزه ديت، عايزه الحاجات الحلوه. وبعدين ايه، دول قطبين الكوره الكبار في مصر، فبالتالي لازم الناس تقول لا ده في يا جماعه حاجه حلوه في متعه كرويه. نعم، تتمتع الكوره يعني، وتشوف كرة كويسة، وتشوف أهداف، وتشوف متعة كرة القدم حقيقية مع الأهلي والزمالك. طيب نروح بقى للسيناريو، يعني السيناريو السيء شوية. في حال خسارة ميتشو أمام الأهلي، هل هيكون مصيره الرحيل عن القلعة البيضاء ولا ممكن يكون في كلام تاني؟ لا، ما دي برضو ده يعني دي وجهة نظر إدارة، يعني برضو إحنا مش عارفين حتة الإدارة دي، ده حق أصيل ليها، فبالتالي لازم برضو ان هي تشوف الفرقه وصلت لايه. نعم. هل الراجل خد الوقت المناسب انه يدرس اللعيبه ديت؟ هل خد المباراه المناسبه انه يدرس اللعيبه ديت؟ هل الراجل فنيا في تشكيله، في تغييراته، في رؤيته للمباراه، في فكره اي ساعه المباراه نفسها، هل بالشكل الصحيح اثناء المباراه بيدير المباراه ازاي؟ ده كله مجلس الاداره اكيد هو القريب منه، هو اللي بيشوف اللعيبه، هي اللي بتشوف. وبعدين برضو يعني الجمهور بقى ما شاء الله عليه، تحس ان هو بقى مدير فني، كل جمهور بقى مدير فني، جمهور كل عمره مدير فني يا كابتن. في حاجات بتتقال والله ساعات بتسمع من الجمهور كده، طب لو كان نزل فلان او طلع فلان، لكن اللي سايق مين؟ اللي سايق ميتشو مثلا او فايلر في النادي الاهلي. فانا شايف ان الاداره ليها الحق الاصيل ان هي في الموضوع دوت اللي هي اللي تقرر نتائج نادي الزمالك، نادي كبير يعني، احنا مش هنقول بقى ايه، طب احنا هنمشي الراجل في الاول الموسم، طب احنا ادينا له حقه في المباريات،
طب احنا شفناه هل كويس فنيا، اداره المباراه بيديرها بشكل كويس، تشكيل التغيير اللي انا قلتها ده كله ممكن نحكم عليه. يعني هو برضو الفكر بتاعه ايه؟ نعم. هل اللعيبه برضو في فكر معين بيلعبهم بيهم الحاجات دي كلها؟ فده كله اللي احنا مجلس الاداره، انا ما اقدرش اقول لان مجلس الاداره هو القريب ليه، او اللعيبه مثلا فهيكون عنده ترتيباته الخاصه او اللي شايفها الانسب للموقف. نعم.